مساء الخير. حلقة جديدة من يوميات ستار أكاديمي ومجموعة جديدة من أخبار الطلاب وأهم الأحداث اللي رافقت يومياتهم بالساعات الماضية. مابل وأنيس حكايتهم ما بتخلص بالأكاديمية، وهالمرة دردشة بين مروان ومابل موضوعة أنيس. أنت ما تبرأ إنه في شيء؟ إنه عم نعمل شيء نحن؟ لا أنتو عارف أو مو بعرف. ما تبرأ إنه مثل ما تفهمت خبرية عم نخطط وما عم نخطط وقف وأحزاب وهالهبل في أنت ما تبرأ إنه في شيء؟ أنت يا أختي ما أنت قادمة معنا على طول. نادي ما بعرف شو عرفنا؟ أنا بس بعرف إنه لما كنا قاعدين عم نلعب أوزو فيريتي لما مدري مين لطشوا إياها لعباس أم شيء قال الدينا أنا جاي هون ركز وبطلت عم فكر بقصص تافهة. لا أنا سألتها قلت لها حابة حابة تغيرك؟ قلت لها أنت حابة كيف تغيرتي؟ كل حدا بيفهمها لجهته ومشكلته. لا ما بعرف بس أنا اللي بعرفه إنه طلعت هيك إنه بعباس إنه طلعت فيه هو دغري هيك لقطني عم بتطلع فيه إمتى أنا عملت هيك فإنه هالنظرة حياتي مش عم تفهمي كل حدا بده يخد عليه هو مشكلته. انا سالت سؤال اذا هي مرتاحه ترتاح اختي مرتاحه البنت اختي كل حدا مين زعلان كل حدا عنده شيء كل حدا اثنين كل حدا عنده شيء يقوله لحدا تاني يقرب يقوله ما يكون بلا شخصيه. لا انا بس بهمني هلا انه انا فاهم شيء حياتي. طيب هو كمان فاهم هالشيء غلط؟ لا ما خاص وما خاص بهذا الموضوع. شو تاني؟ هو بدي أنا اكتشف وين بدي مش مثلاً حدا برا؟ وين هو؟ لما كنا بالتياتر امبارح كان مدري شو كان عنا صاف استاذتوني شافنا أنيس مني هيك على بعض قال لي شو بدي؟ شيء؟ قلت له لا ما بدي شيء طلع فيه هيك انه بعرف اي ما طلبت شيء وين ما طلبت شيء قلت له ما بدي شيء انه ردت دينا انت قال لها لدينا قال لها بهالشيء ما بدي قلت له دينا باحسن حالاتها بطلت عم تفكر بقصص سخيفه دينا قالت له هيك؟ ايه وصارت عم تركز وطلع هيك طلع فيي قال لي مضبوط ما قلت له هيك طلعت وقتها طلع فيك هيك وبرم انت حاسه حالك بدك تفلي؟ اول شيء انا ما بدي حدا يزعل مني عظيم ما خلصت ما في حدا زعلان منك. ثاني شيء بدي اعرف شو صار بهالفتره ما تطلبي تعرفي بيتكم كرهتوني في الاغنيه ما تطلبي تعرفي ما تطلبي تعرفي روحوا قدام ولا المسرح؟ لا مش حقي؟ بس شو كان في قبل تكمل تطلبي انت هالشيء؟ هو برأيه it's a friendship it's a real friendship ما في شيء تكمل انت يكون لك حق انك تطلب تفسير بتسألي بكيس انه انت كنت قريب مني صار بطلت ليه التغير؟ سألي ليش هالتغير؟ ما تقولي ما في شيء ما تقولي فجأة اي عازة حدا يكون حدا شوفي هيك فوتي من فوق ما تقولي انت فوتي من فوق شوفي ليش هالفجأة خلاص انه ولو مش عارف ما كنت شايف هلا شفتها هلا اي موقف اي هون موقف اللي هيك انا وياك كنا غيران بطلنا غيران شوفي فجاه بتفرجيني انك مهتم اهم شيء هيك بتقولي اهم شيء هيدي اجت حكيتها هلا انا حكيت مع انس وحكت عليك انت انه مزعوج لا ولا وضلوا مع بعض قالت لي وهيدي صداقات المفاجأة يعني ما كانت أبداً تحكي مع حدا صداقات المفاجأة حرة هيدي بس ما تضو قب هيك تغري في قلك شغلة هيدي من بعد ما صارت هالمشكلة بينك وبين البرة اللي صار وأخذ فكرة عنك وهيك مين؟ لا ما أنت قلت إنه انفهمت غلط برا ايه فأنا بطلت عم تتدخل من وراء هذا الشيء عم تدخل بشو هي؟ إنه بطلت إنه كتير هايدي مروان أنا؟ تعرفي ليش؟ لأنه كل شيء عم بعمله كرمالك أنا مفهم برا غلط ووصلوا له أكثر من 30 تويت أكثر من 30 تويت إنه أنا حدا عم تفلسف عليها وما تاخذي برأي حدا خذي برأي بس الأساتذة إيه فهي عارفة إنه أنت اللي معك حق أنت عم تبعد وهي محتاجة لحدا فلقيت إنه
يلا ما بيأثر أكيد كل حدا بيلاقي حدا يريحه. حريق داخل الأكاديمية هيدا العنوان، أما التفاصيل والأسباب فمنتبعها سوا. ايش تعمل هون؟ هون هذا ما كنت ده اللي احطه. يلا ده وده مع بعض. مع بعض؟ بس احط جزء شوية من ده وده من ده. لا حطهم كلهم. لا لا استنى حطها انت حاطط فيها ايه اصلا؟ مية. بس سيبها بقى. شغله اهو. اخرب بيت اخرب هيك قول له يغسلها ما غسلهاش اصلا طلع مية نار بقى امزح معي لا في شي غلط شيله رفعي انت الاسات بتاعتي دي يا نهار ازرق انا سجان انتوا بتصوروا كتير انا حطيت على الزئ انا لا هي ما اتحطت على النار وهي فاضيه فيها حاجه فيها انا حطيت ايوه انت حاطط فيها ايه مي طب عازم بس عايز عشان كانت ولعانه دلوقتي لو كان فيها زيت تبقى تهدى بقى خالص كده مش عارف انا مش عايز اكل اصلا عن جد ولعوا يا ابني رميتها على الارض ولعت نار نار بمعنى نار يعني طب حلو عشو زعلانين شفنا حاجه جديده يعني ايه اللي مبسوطين بتاعي فين اللي بتمسحوا بيها المبلوله فين يا حطيت فيها مي من هون هي فيها البتاع ما طب افتح المي لا لا مش دلوقتي سيبها تهدى بس الاول لوك ما بيأثر مطرتش بس مطرتش سيبها تهدى بس وحياتك يا بيه انت زعلان ليه سيبها تهدى الاول لوك انا كنت اشتغل بمطبخ لا انا عارف ما باين عليك حطيتها لي على النار فيها مي فيها مي وزيت مي وزيت مع بعض زبدة وسمنة او كنت هتولع فينا كلنا الوقت قبل ما نتوقف مع اول بريك بذكركم تشاركوا بمسابقات سي بي سي لتربحوا اكثر من سفرة على بيروت وتكونوا الى جانب الطلاب بريك ومنرجع منتابع حالة الليلة من يوميات ستار أكاديمي وبذكركم أنه كل أخبار الطلاب بتتابعوها عبر www.starakarabia.com خبيرة التجميل جيهان رعيدي زارت الطلاب لتقدم لهم صف جديد ونصايح جديدة حول المكياج الله الأوضة مرتبة إيه اليوم مرتبة الأوضة غير شكل منين كيفكم يا صبايا؟ الحمد لله كويسين اليوم عن شو بدنا نحكي؟ ايه الاي لاينر كنت بعرف قلت لك اياها على السلم مظبوط الحمد لله هيدا اكثر سؤال انا بنسالني كيف بحط الاي لاينر انا سالته ايه كل الصبايا بيسالوا اول شيء قبل ما نعرف كيف بدنا نحط الاي لاينر بدنا نعرف شو الشكل تبع عيننا لنعرف كيف بدنا نحط الله الله هو ده تخين رفيع الحاجات دي مظبوط هلا كيف بنعرف شكل عيننا شو هي بدنا نطلع ستريت بالمرايه دغري جيبي yeah. مسطره اليوم عامله معلمه انا طلعوا بالمرايه اوكي okay. في
في شيء اسمه كريز. كريز يلي هو الجفن يلي فوق الجفن المتحرك. عندكم اياه انتم ولا لا؟ ايه ده؟ هيدا كلكم عندكم اياه. ايه كلكم قاشعين اذا قد بدك انت تلقطيها لتشوفي اكثر. على نص على العيون بدها تكون ستريت دغري. بدي اطلع على طرف العين. اذا العين اوطى من المسطره يعني عينها قاشطه. اذا طرف العين اوطى من المسطره يعني عينها قاشطه. اذا طرف العين اعلى من المسطره يعني عينها شائله. اوكي هلا اوكي ما بعرف هذا الشيء قد رح يبين عليكم. بدي انا اشوفها على المرايه. بالاجمال بالاجمال عينها قاشطه شوي لهيدي. قبل ما نبلش نحط اي لاينر شو بنحط على العين؟ ماسكا بودر تان وبودره او انتيسان وبودر. ولا مره بنحط الاي لاينر دغري على العين. انتم بتعرفوا انه البشره الدهنيه اكثر منطقه بتفرز دهن هي الجفون. الجفون كثير بيطلعوا دهن. واذا كنا حاطين اي لاينر دغري على البشره دغري على الجلد بيصير يطبع فوق ويجلغم. فاذا من نص العين نعمل زيح اي لاينر ونوصل لاخر العين. اوكي لفوق طلعي الرموش التحتانيات. نتخيل الزيح كانه مكفى لفوق وبنعمل الدنب تبع الاي لاينر. نرجع من هون زاويه الدنب طلع لتحت بنرسم كانه مثلث. واكيد هيدا بدنا نعبي. برمي بليز لتنمال طلع لتحت. بدها براتيك. بدها براتيك اكيد من اول مره ما حتعرفي. انا شطوره. انا اشطر بنت صح؟ لا انا اول مره خلصت. كلكم شاطرين. انا اشطر وحده فيكم. لا انا اول وحده خلصت. ثانية فرجينا. لا يا حبيبتي انا خلصت اول واحدة. حتى ايلانر والله الحمد لله. مش هيك بتحسي انت كمان؟ يلا كان عندي ازمة مش طبيعية في الايلانر. يلا انا رح امشي خلصت معكم. حدا عنده سؤال؟ ميرسي يا جين. نشوفكم بالبرايم. ادعي لنا. اوكي جود لك. الطلاب ما بيوفروا اي لحظة ليعملوا جو بالاكاديمية، فكيف اذا كانت الجمعة حول البيتزا ومش حيلا بيتزا توميتو ماتي؟ لا طماطم زي كل مرة بطاطس بس انا مظلوم. انت مش بس طماطم طماطمك تعال شيل حاجة تانية ضربه في قلبك. شيل حاجة تانية من هنا. نسيم هتاكل كل ده لوحدك؟ لا عايز اسخنها. اكيد بس ماشي بس ترقبتي بقى حسيت. مارغريتا ثانك يو توماتو ماتيك. توماتو ماتيك ثانك يو توماتو ماتيك ثانك يو توماتو ماتيك. شو احسن بيتزا بلبنان؟ توماتو ماتيك. غريب. توماتو ماتيك. خلصنا.
أستاذ ميلان أستاذ ميلان أستاذ ميلان علمنا الإتيتيت نخلق أوتوماتيك نسلم على بعض وجانا توماتي يلا ايه ايه طب حبه من طواتي طب حبه من طواتي حبه من طواتي بس ليش ولا فرقش عندي جوعنا من طواتي متحبه من طواتي يا قلبي من طواتي وكلا يلا طواتي بالعالي يلا طواتي متحبه من طواتي نتوقف مع تاني بريك بحلة الليلة وبنرجع نحن وياكم مشاهدينا خليكم معنا. حلقة الليلة من يوميات ستار أكاديمي بالتابع، ما تنسوا تتواصلوا مشاهدينا مع الطلاب عبر كل مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام، سناب شات وبيريسكوب. أما هلأ فخلونا نشوف آخر ابتكارات نسيم ولغاته يلي مش مفهومة. ما كتير مبين سمين هون بالصورة. مين؟ أنا سمين مبين شو؟ سمين سمين؟ إيه سمين يعني غالي؟ يعني تخين. لا مش الثمين سمين. داي الساعة تاعي تنام حبيبة؟ الساعة 3 3 وهلا الساعة أجي نسيم سي تبلي فيان إيسي سي تبلي نسيم سي تبلي أجي أجي نسيم عافاك نسيم أوعى بروح على الإكستنشن مرسو دق على الإكستنشن مش حاطة إكستنشن؟ لك أنت لو بصير لك تحط إكستنشن بحوايج بيقول قلت لك ما تلعبي معي بهالطريقة 100 مرة قلت لك ايدك ما تعلي علي قلت لك 100 مرة ضربها على الكاميرا ايدك ما تعلي ضربها قدام الكاميرات وانا موجود حنان موصيني عليا من وين من الصين؟ جايز انا شينشان شو عتشاب وحياة امي وشان يا جماعة بويا لك انت من اي زهر بان نسيم عفك اجي هنا وش يعني تاع؟ هاي حبوب من الحب قاتشانيا قوتي ماشا سودا سيتوانيا قاتانا قابيه قوجينيا سياتشي اكروبا ثانيه من جوه قوتينا بلاك حنان قوتوانا هسه عراس 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 قوتا حنان بويا 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 عراس قاتات باتا لا بليز نسيب خلاص محمود ممكن تشيلها ساعة شوية ثانية وديش اسكبها تشا من شو تشيب لا خلاص طول سوشتلة مخي حول الشاب تعود وشا ساعة شوية خليك مبسوط انت وياه ضحكة وضحكة كوشا ساعة شوية اللي بيجمع بين حنان ورافائيل بالأكاديمية مش بس صداقة ودردشة وأغنيات كمان إنه بدك تنام تعبين من شي تاني بدي نام ماني تعبان من شي شو بدي مش بدي أحلى من هيك متحدي نعمل شيء كتير حلو اليوم نرجع منين بس ما تنسى ما تفكري بهذا الموضوع ولا تحكي إذا نسيت أنا بحكي أنا بغني محلك لا ما تغني محلك تزكي تغني دورك بس لا وهيك هيدا شرط البرنامج من أول شيء وهيك تغني محلي بحسبوك علي غني بس دورك لا رح غني محلك استفلي
غني دورك بس حنان. بس ما حانسى ما حانسى يا حياتي ما حانسى. حش تفكري بالموضوع. إليك قلبي بيشتغلك بجنون. وما تغني إلا تبعك هلا حتى بالريهرس ما تغني إلا تبعك. شو عم تغني تبعي؟ انا صرت عم غني تبعك صرت عم تمتم وصاروا بشعين على الكاميرا. قال لي هيدي ما تمتم تبعها ما تغني ما تمتم بغناها. انت بعدك بيعزني في منك اتحرك دخيلك بغيابك عني ما بعرف لحن ولا غني. طب خلص يلا رجعك عشق روحك والكلمات مش احساسك بالذات كيف بتمشي وكيف بتحكي. قلبي بيشتاق لك بجنون ما بعرف مع غيرك اقول ولا بقدر مع غيرك احكي. مش حد الهم لانه حابب هالشيء حابب هالشيء. بدي مني شغله بس ما تنسى الكاميرا يعني انت عم تغني لي ضلك شوي هيك شوي هيك شوي هيك شوي هيك. بتعرف تتعامل كثير منيح مع الكاميرا وجمالك بيسمح بيهين لك هالشيء يعني كيف لو كيف ما برمتي حطيت حد بينا حلو. ما تعد الهم انا هلا شوف بالريهرسل حنكون كثير منيح بالله حنكون كثير منيح. اكيد بتوثق فيي؟ ايه انت بتوثق فيي كثير لما بوثق فيك ما بعملني مرتاح هلا. اخر بريك بحلقة الليلة وبنرجع. آخر حديث جمع مابل وأنيس بالأكاديمية قبل البرايم العاشر كان حديث مؤثر جداً. ما بدي أترك شيء. اللي بيفل في اللي بيفل في نب بيخلي الألبوم للتاني لأنه هو في ب بريش في الصور. تعال نشوف صور. The last one ثلاثة أرباع صوري أنا. هيدا؟ ايه طيب بعرف. هبقى تغمرتك بخصوص الموج او الموج طبعا. ماي داد ناتالي دونت كراي. ام نوت ام هابي ام هابي. ايش حلوة؟ عارف ليه حاسس انه انا هطلع؟ اكيد 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 قلت لك انا اول واحد رح يكون مبسوط كثير فرحان. انا وصلت لمرحله بلا ولا نومينيشن برايم العاشر اول نوميني سوا اول مره نوميني سوا حتى اذا طلعت اوكي. ليه اثنيناتنا حاطين مبادئ ان كان بقينا بالاكاديمي ولا طلعنا من الاكاديمي اثنيناتنا حاطين لايك يعني ما في شيء مش عارفين شو بدنا نعمل فيه. اوف كورس ذا بين هذا منا بيبقى بيركز وبيعمل احسن بيقدم احسن ما فيه. واذا رجع طلع نومي اتس اوكي واذا ما رجع طلع يعني بكون عم يتقدم. الشخص اللي طلع مش هذا راح لأنه أخذ البعض. حلقة الليلة من يوميات ستار أكاديمي بالتابع. حنان مش قادرة توعى الصبح فمين غير رافائيل رح يتولى المهمة.
حنا اجاك كادويات. حنونة 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 أنا نمشي يلا كلهم وعيوا. هو ما عندنا طبلو أنا وياك. هلا قوم بلا غنج قوم أبو عضل. الدنيا بيك خبطي كمان يلا قومي. سبحان الله ما فيها توقف أكل من ليك لهون واصل مع الجوز واللوز. حنان يا خضر حنان وقفت رويقتي وقفت كل شيء عم بعمل لأجي وعيقي نص ساعة نص ساعة لتوعي. يلا شو حلوة حتى هي وعي من النوم حلوة. خرب بعيدك خلص أنا دعانا حق علي أبو عيق إن شاء الله بيجوا كلهم بيعيطوا عليك هلا. حلقتنا لليلة انتهت. أنا بشكر متابعتكم وبلاقيكم بكرة بحلقة جديدة. باي باي. أنا بتقطع من جوايا من ستة من فضل التليفون أبلع بدي يا دنيا مش مكاني من النار والقلب كل ما جيت افرح حبه دايما في راسي بين عيني وبين كتار وحلفه لا توريني عماله فيا تشيل وتحطي على شويه وانت توطي نفسي يا دنيا تخف شويه تحبني مره علي ده انت يا دنيا يا عبيدي. وصل 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 يلا يلا مع بعض مع بعض مع بعض يلا يا استاذ دنيا. الدنيا ماشيه بضهرها حلت عليا وريك لما سالتها انت الضحيه. بس جزء للطبق.